وبخصوص تصدر محمد ولد الشيخ الغزواني النتائج الأولية للرئاسيات في موريتانيا، معنا مباشرة من العاصمة نواكشوط سعد بوه الشيخ محمد، الصحفي والمحلل السياسي. سعد، صباح الخير. صباح النور. بداية، كيف تفسرون تصدر محمد ولد الشيخ الغزواني للنتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. أعتقد أن تصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لنتائج الانتخابات الرئاسية كان أمرا متوقعا بالنظر لعدة اعتبارات. أولا، للحصيلة الإيجابية التي قدمها للشعب الموريتاني خلال مأموريته الأولى، وثانيا للمشروع التنموي الواعد الذي تقدم به كبرنامج انتخابي لمأموريته الثانية، ثالثا يمكن نقول غياب المنافس القوي الذي يمكن أن يقنع الشعب الموريتاني ويشكل تهديدا حقيقيا لفوز الرئيس محمد الشيخ غزوان. لكل هذه الاعتبارات فقد انتخب الشعب الموريتاني الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني لتسيير شؤون البلد لخمس سنوات قادمة، انتخابات بالحقيقة يعتبرها المراقبون من أكثر الانتخابات الرئاسية شفافية وسلاسة ونزاهة بتاريخ موريتانيا. وقد شارت هذه الانتخابات بين 7 مترشحين، ذكرتم بعضهم، وبالأمس مساء أمس أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الرسمية لهذه الانتخابات، وقد حصل ولد الشيخ غزواني بالفعل على نسبة 56.12، أي أكثر من نصف مليون صوت من الناخبين، وبذلك يكون قد حصل على مأمورية ثانية. نعم. يمنحه الدستور الحق للترشح له. طيب أستاذ سعد، يعني ما هي العوامل الآن، ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في شعبية ولد الشيخ الغزواني بين الناخبين الموريتانيين؟ نعم، الرئيس محمد الشيخ الغزواني منذ وصوله السلطة انتهج أو ركز على الجوانب الاجتماعية وأنشأ وكالة تسمى تآزر بحجم قطاع حكومي ضخم وخصص لها ميزانية كبيرة، وهذه الوكالة اشتغلت بشكل مركز على الطبقات الهشة والأسر الفقيرة، نسميها هنا الأسر المتعففة، وقدمت الكثير من الإيجابيات لهذه الطبقة الحقيقة، حتى يعني قامت بتأمين عشرات الآلاف من المواطنين، تأمين صحي، وأيضا أصبحت هناك مبالغ نقدية يتم صرفها بشكل منتظم لبعض الأسر، وأيضا تم بناء الكثير من المستوصفات والمدارس إلى غير ذلك. سياسة تركيز الرئيس محمد الشيخ غزواني على الطبقات الضعيفة والأسر الأقل دخلا اكسبه شعبية كبيرة لدى الناخب الموريتاني، كما أن الرئيس الشيخ غزواني أيضا طبع سياسته في المأمورية الأولى بتهدئة سياسية وانتهاج نهج الحوار والتشاور مع جميع الفرقاء السياسيين، وهو ما استطاع من خلاله استقطاب دعم شخصيات معارضة تاريخية ظلت دائما تعارض كل الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا، وهذا النهج السياسي المنفتح والتشاور والتهدئة جعل الكثير من الأحزاب التي كانت تصنف بأنها معارضة تدعم الرئيس، ومن بينها طبعا حزب التكتل والزعيم أحمد الدرداه وسعود البشخير والأستاذ جميل منصور، كل هذه الشخصيات هي أسماء تاريخية معارضة منذ بدأت تجربة الديمقراطية في موريتانيا، لكن هذه المرة انحازت لصف الأغلبية ودعمت النظام، وهذا النوع من التشاور والإشراك والانفتاح للجميع في الحقيقة لا عهد للساحة السياسية الموريتانية به، وبالتالي جعل الشيخ غزواني شخصا مقبولا من طرف المعارضة ومحبوبا من طرف الشعب، وبالتالي استطاع أن يحصل على هذه المأمورية الثانية. نعم، الآن ما هي التحديات التي قد يواجهها ولد الشيخ الغزواني في حال تأكد فوزه في الرئاسيات؟ طبعا التحديات عديدة وموجودة، والرئيس غزواني يدركها،
من التحديات الاقتصادية طبعا، والتعامل مع مشكل البطالة وهجرة الشباب، وأيضا مكافحة الفساد وضرب يد من حديد على مكترسي المال العام، وكذلك أيضا التعامل مع الوضع الإقليمي بحدود موريتانيا، وأيضا تقدم بمشاريع بالحقيقة ضخمة تستطيع استيعاب الشباب ووقف موجة الهجرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه النقطة ركز عليها الرئيس الشيخ غزواني في برنامجه لهذه المأمورية المقبلة، حيث وعد بإنشاء وكالة تسمى وكالة تمكين، مهمتها توفير وظائف الشغل وخلق افتتاح مشاريع تنموية تستطيع استيعاب الشباب وتوفير يعني كما قلنا فرص الشغل لهم. ومن التحديات أيضا التعامل مع المشهد السياسي واستيعاب تلك الأصوات التي عادة ما تبدأ بالاعتراض بداية أي مأمورية أو بعد أي انتخابات، وهي بالمناسبة حتى الآن أصوات ضعيفة وقليلة تكاد تكون منحصرة في المرشح بيرام الذهبي الذي يبدأ اعتراضه على النتائج الأولية. ولكن في الغالب الوضع السياسي حقيقة مستقر وهادئ، ويمكن الرئيس محمد الشيخ غزواني من مواصلة برنامجه الانتخابي في مأموريته الثانية. من العاصمة نواكشوط سعد بوه الشيخ محمد الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات والإضاءات.